مرحبا وحلقة جديدة من مستر تيك، معكم إيهاب سالم. اليوم معنا غارمن واتش جي بي اس فينيو 2. في الفينيو 2 وفي الفينيو 2 اس، هيدي شوي هيك رجالية أكتر، التاني الشاشة أصغر شوي. المهم معنا الفينيو 2 ساعة عصرية بمواصفات كتير. خلينا نشوف أول شيء الستايل تبعها، بس نفتح العلبة. شفنا الشاحن وبس، والكتالوجات بس. شكل الساعة عصري، خفيفة 49 جرام، خفيفة كتير. يعني أنا بتلبسها ما بتحس إنه إحنا لمسين ساعة، وهذا شيء منيح، ما في تقل بالإيد. بطارية كبيرة بتضاين 11 يوم ليثيوم، مع شاشة أموليد. برايتنس تبعها أو نسبة السطوع تبعها مريحة جدا، فيها 3 نسب للسطوع. بس بشكل عام إذا عم نعمل رياضة وعم نركض وحبينا نتطلع برا أو الدور وكان فيه شمس، بعض الساعات التانية غير الفينيو 2 والأس كمان، نسبة السطوع هون مريحة، ما بنحس حالنا أنه لا لازم نقرب ونشوف ونروح صوب الفي كرمال نقش. حجم الشاشة الكبير 45 مليمتر، وطريقة السيركل الدوائرة الموجودة بشكل عام مريحة جدا خلال استعمالها بالرياضة. شاشة متعددة اللمس تاتش سكرين، نسبة الاستجابة رائعة سريعة. في كبستين هون، واحدة مشان نفوت على السيتينجز، وواحدة كرمال نرجع اكزت نطلع منها. وفي عنا اذا بنضلنا كبسين عليها بنفوت على السيتينجز اللي احنا محافظينها اياها بشكل عام، وبعدين فينا نرجع نطلع منها بهذه الطريقة. بتفرجينا كل شيء عملناه باليوم، خطوات، تنفس، نبض القلب، الرياضة اللي عملناها عن طريق انه اللمس طلوع ونزول، وبنرجع نطلع من الاوبشنز اللي شايفينها عن طريق الكبسة الموجودة تحت. الفينيو 2 هتحسب نبض القلب، هتحسب السعرات. في عنا 25 رياضة يومية بتحسبنا إياها على القد، مثل الجري، المشي، تسلق الجبال، وإذا فيكن كمان إذا بتحبوا تسلق الاندور كمان بتحسب لنا قديش الكالوري. في خاصية حلوة كتير عجبتني، إذا رحنا على الجيم وعم نستعمل الحديد مثلا، نوع معين من العمليات الإحمائية اللي بنعملها أو أي نوع من الحديد أو التمارين اللي عم نعملها، حتى لو كنا عم نركض على تريد من تحت، حتعطينا أي نوع من العضلات استعملنا، أي من نوع من العضلات حتكبر خلال هذا التمرين. هذه الأوبشنز أو هي الصفة أو هي الميزة ما شفتها بغير ساعات، يمكن موجود بغير ساعات بس الفينيو 2 هذا بالنسبة لي جديدة. الفينيو 2 جي بي اس بتشتغل جي بي اس، يعني إذا إحنا أوتدور ورايحين عم نعمل رياضة سيركل بالطبيعة، عم نعمل دويرات بمحلات، حتعطينا بالخريطة نحن وين كنا. شغلة عجبتني أوبشن موجود البادي باتري، طريقة بتستعمل بالساعة رح تعطينا دقات القلب 24 ساعة ريبورت، كيف كنا إذا إحنا قاعدين أو إذا كنا عم نعمل رياضة. شغلة موجودة بالفينيو 2 ومش موجودة أو يمكن موجودة بس مش شايفها بغير ساعات، البادي باتري. بطريقة حلوة الساعة بالبادي باتري بتقلك أو بتقلك إذا أنتوا كنتوا قاسيين على حالكم اليوم لازم ترتاحوا بالرياضة، أو أنه أنتوا قاعدين طول اليوم عم تحضروا تلفزيون، قوموا اعملوا رياضة. خاصية الهيلث سناب شوت، حتعطي تقرير، خلينا نحطه أول شيء، احسبوا معي تقرير عدد ساعات
اللي اشتغلنا فيه وعملنا فيه من رياضة، عدد ساعات النوم، نبضات القلب، أكسجين بالدم، الاسترس. وعلى موضوع النوم بأوبشن حلو كتير، بخاصية حلو كتير، بس نصحى تاني يوم الصبح هتعطينا درجة من 100 قديش المعدل، هل نحن نمنا مرتاحين من 100 أو لا. بعتقد أنا هاخد على هذا الموضوع 10%. ملاحظة صغيرة بس، في أبليكيشن اسمه Garmin Connect App، قبل ما نبدأ نعمل كل هالقصص اللي أنا حكيت عنها لازم نحط العمر إذا ذكر أو أنثى والطول كرمال تحسب كل الشيء اللي قلناه من قبل، وخاصة موضوع البادي باتري. كونوا دقيقين بهذا الموضوع، يعني أنت إذا وزنك مثلا 80 ما تحطي 75، ترى ساعة هي مش جوزك. إحدى المميزات اللي عجبتني إنه فينا نحفز عن طريق الساعة شخص يكون موجود في حال كنا برا عم نعمل رياضة وصار حادث معنا لا قدر الله، بكبسة أو دبل كليك عليها بيتلفن أو بيعطيه ألارت إنه في شيء غلط صار معك. الفينيو 2 والS 2S اللي هي مش عندي فيها NFC، فينا ندفع عن طريقة، هيدي أوبشن منيحة. شغلة تانية فيها تساع أغاني حوالي 600 غنية أو أكتر شوي. وشغلة تالتة كمان عجبتني كتير منيحة، بتدعم بعض الابليكيشنز اللي فينا نمشي فيها موسيقى بلا ما إحنا ننزل الأغاني، مثلا مثل سبوتيفاي، فينا ننزل سبوتيفاي على الساعة ونسمع عن طريقة الموسيقى. Garmin Venue 2 شغلتين عندي هيك ملاحظات عليهم، خاصية الالتي، يعني إحنا إذا بدنا نعمل التراك لايف تراك لا إحنا وين عم نروح بالرياضة وكذا لازم يكون الهاتف معنا. الشغلة الثانية ما في سبيكر، يعني إذا نحن بدنا نحكي على الساعة مش موجودة، إذا بدنا نستعمل الجوجل أسيستنت ونهاي جوجل وكذا مش موجودة. هول الخاصيتين ممكن يشتغلوا عليهم، ممكن يعملوا أبديت لموضوع الالتقي بعدين. موضوع السبيكر ما بعرف كيف ممكن يحلوها، بس بتوقع أنه هول الشغلتين ينحلوا بالقريب. شو اللي عجبني؟ عجبتني خاصية البريجننسي تراك، يعني مدام إذا أنت حامل فيها تعمل بريجننسي تراك، فيها تحسب الأمتين الخلفي. هيدي الخاصية أنا ما فيني أعملها، فلازم أنت تجربيها مش أنا. عجبتني الحجم طبعا، حجمها كتير يعني حلو للرياضة ووزنها خفيف. عجبتني البطارية اللي إذا مش حاطين always on display بتقعد معنا 11 ساعة، 11 يوم 11 ساعة. فيها كتير صفات. سعرها كمان يعتبر منافس للليفل اللي عم نحكي عنه، يعني احنا هون في أبل في سامسونج كمان منافسين بنفس السعر. هون عم نحكي موجودة يا دلاتي بالسوق الإماراتي ب 1616 1616، أنا هيك حافظها، فينا نطلبها أونلاين وبتوصل عندكم على البيت. هذا كان كل شيء اليوم معنا Garmin GPS Venue 2، ساعة سمارت فيها خصائص جديدة. عجبتني موضوع العضلات، فيك تستعملها دلاتي فرجيك وين المسلز اللي انت عم تشتغل عليهم أكتر شيء. حلقة جديدة بنشوفها الجمعة الجاية، ومن هلأ لوقتها سلام.